بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. 4 أخطاء في امتحان الأحياء للثانوية العامة، وطبعا تغاضت الوزارة عنهم. أولا، امتحان الثانوية العامة اللي بيتكلم واللي كاتب الكلام ده حاصل على هي واحدة حاصلة على دكتوراه في الميكروبيولوجي، وعايزة توصل صوتها لمستشارين أو واضعي امتحان الأحياء. فطبعا بتتكلم أولا على بتخاطب وزير التربية والتعليم، بتقول له أنا حاصلة على دكتوراه في الميكروبيولوجي ونفسي صوتي يوصل. فبتتكلم بقى بتقول إن كتاب المدرسة فيه خطأين. الخطأ الأول رسم خلية وحيدة، الخلية هي في الأصل تحت الميكروسكوب غير محببة، والمحبب فقط الخلايا القاعدية والحامضية والمتعادلة، والرسمة عليها جدل من أول العام، يعني عليها مشكلة في الكتاب من أول السنة، والكتب الخارجية وضعتها بشكلها الصحيح، يعني الكتب الخارجية ما استعنتش بكتاب المدرسة، عملتها بالشكل اللي هي إيه الصحيح بتاعها. وبما ان المرجع بتاع الناس هو كتاب المدرسه، جت للطلبه بشكلها الخطا للاسف، يعني الرسمه اللي عليها المشكله دي جت في الامتحان. تمام، الحل هنا بقى هيكون يا طالب حافظ هيكتب اجابه كتاب المدرسه اللي هي اصلا غلط علميا، او طلبه فاهمه هتشوف الخليه محببه واقرب شكل للنواه هي الخليه القاعديه، وفي الحاله دي تحسب خطا، يعني مشكله. دي المشكله الاولى. فبتقول بقى ان في مشاكل تاني المنهج بيها عديد من الرسومات والصور التي تدرب عليها الطلاب، لم يجد وضع الامتحان سوى الرسمه التي عليها جدل، يعني هو اللي احنا قلنا عليها دي. الخطا التاني بقى ان بتقول ان كتاب المدرسه فيه جزئيه خاصه بحدوث الاخصاب في الثلث الاول من قناه فالوب دون تفسير. كتاب المدرسه ما جابش لدي تعليل، وهو كان طالب منهم في الامتحان التعليل، لان طبعا سياده الوزير قال لهم خلوا الاسئله تعتمد على الفهم نوعا ما شويه يعني. تمام، طيب. فالمهم طبعا مش موجود في كتاب المدرسه التفسير ده، فعشان كده اللي حصل ان هو التفسير ده موجود في كليه الطب، تقول كده عليه. الخطا الثالث جزء بتاع الدي ان ايه، وحده بنائه النيكولتيدا التي تتكون من قاعده نيتروجيه واحده، اما علميا ليقوم الجزء ب عمله وكما هو مبين بكتاب المدرسة، يلزم تزاوج 4 أنواع من القواعد النيتروجية، والسؤال فيه 2 4 5 6 قواعد. الخطأ الرابع والمتكرر كل عام، الترجمة من العربي للإنجليزي عملت مشكلة ما بين كلمة ligamentous اللي هي الأوتار وتترجم إلى أربطة. الخطأ الخامس بقى وضع اختيارات متقاربة جدا من بعضها، اللي هو إيه اللي هو شغل ثانوية التابلت الجديد يعني. تمام، وده بيسبب مشاكل للطلبة. دي كانت كل المشكلة الـ4 أخطاء اللي موجودين في امتحان الأحياء. هسيب لكم الرابط برضو تقروهم وتشوفوا انتوا استفساراتكم بنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.